بدأ تأثير المنخفض القطبي الذي من المتوقع أن تصحبه الثلوج على مناطق المملكة، وأكدت الجهات المعنية كافة رفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الثلوج المتوقعة من خلال تجهيز آلياتها. إذن للحديث عن هذه الحالة الجوية واستمرارها أيضا ينضم إلينا محمد الشاكر المدير التنفيذي لموقع طقس العرب. محمد، إذن نحاورك اليوم ونتحدث إليك لمتابعة المستجدات أولا بأول. إذن المنخفض القطبي دخل أجواء المملكة الآن، فكيف يمضي بحسب التوقعات الجوية؟ مساء الخير لك غادة ولجميع الإخوة المشاهدين. بالفعل قبل قليل عبرت المملكة الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي، والتي أدت إلى طبعا تساقط الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة، وكما تساقطت الثلوج قبل نحو ساعتين من الآن وحتى الآن في بعض المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى والجنوبية التي ازداد ارتفاع عن 1000 متر عن سطح البحر مع حدوث طبعا بعض التراكمات. الآن مع ساعات حلول المساء يبدأ هذا المنخفض الجوي الموجود في المنطقة الشمالية الغربية من جزيرة قبرص بالتحرك نحو مناطق شمال غرب الأراضي السورية، ومع تحرك هذا المنخفض الجوي هناك كميات كثيفة من السحب والغيوم والهواء البارد الذي يتوقع أن يبدأ بالتحرك إلى المملكة. سنشهد خلال الساعات القليلة القادمة بدء تراجع مستوى الثلج عن سطح البحر إلى 800 متر بمشيئة الله تعالى، وبعد من الساعة الثامنة تقريبا من مساء هذا اليوم نتوقع بمشيئة الله تعالى بدء تساقط الثلوج وبكثافة في مناطق عدة من المرتفعات الجبلية التي زاد ارتفاع تقريبا عن 800 متر عن سطح البحر. تزداد حدة هذه الحالة الجوية بعد الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم وبشكل تصاعدي، ويبدأ حدوث تراكمات في المنطقتين الشمالية والوسطى بما فيها أجزاء واسعة من العاصمة الأردنية عمان. أيضا نتوقع بمشيئة الله تعالى تقريبا مع ساعات منتصف الليل هناك جبهة هوائية باردة ثانية في طبقات الجو العليا موجودة مع هذا المنخفض، يتوقع أن تصل إلى المملكة مع انتصاف الليل، وهذا سيؤدي إلى اشتداد آخر في الحالة الجوية ووصول الثلوج أيضا إلى مرتفعات جبلية تصل ارتفاعها إلى 700 متر، أي أنها تغطي معظم مناطق العاصمة عمان مثلا والمناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة بالإضافة لأجزاء من المناطق الشرقية. البعض قد يتساءل هل تأخر المنخفض الجوي عن ما هو متوقع؟ الجواب هو لا، التوقعات كانت تشير بين الثانية والخامسة يبدأ هطول المطر ويبدأ تساقط الثلج فوق المناطق التي زاد ارتفاعا 1000 متر، ولكن الثلج المتراكم يبدأ تدريجيا من بعد الساعة الخامسة، وهذا ما بدأ يحدث في بعض المرتفعات الجبلية العالية، في حين مثلا أن العاصمة عمان وسائر المناطق الشمالية والوسطى ذات الارتفاعات المتوسطة أي فوق 800 متر تبدأ باستقبال هذه التراكمات بمشيئة الله تعالى بدءا من الساعة الثامنة وما بعد مع تصاعد حدة الحالة الجوية بمشيئة الله تعالى. نعم محمد، كما ذكرت كان هناك تساؤل بما يتعلق بتأخر هذه الثلوج خاصة في العاصمة عمان، ولكن كما تفضلت وأشرت وأوضحت أنها تأتي لاحقا وإنما المنخفض بدأ يدخل بعد الساعة الثانية ظهرا. الآن مع امتداد الليل وصولا إلى منتصف الليل تشتد هذه الفعالية وأيضا التراكمات الثلجية لربما وتستمر حتى ظهرا من يوم غد، فإلى أين يصل هذا المنخفض لاحقا؟ صحيح. نعم، يعني غدا هذا المنخفض الجوي يتوقع ان يتحرك نحو شمال الاراضي السوريه مع ساعات انتصاف هذه الليله، ولاحقا يتجه باتجاه العراق، وبالتالي نتوقع استمرار تساقط الثلوج في ساعات صباح يوم غد بمشيئه الله تعالى على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن سطح البحر، حتى انه مع ساعات فجر هذا اليوم قد تمتد بعض الثلوج لبعض الوقت الى المناطق التي يقل ارتفاع عن 700 متر لبعض الاوقات. صباحا نستيقظ على يوم مثلج في العديد من المناطق، هناك تساقطات ثلجيه على المناطق التي يزداد ارتفاع عن 700 متر، ولكن حتى ساعات الظهيرة بعد الظهر يحدث تراجع في مستوى تساقط الثلج عن سطح البحر إذ يرتفع إلى مستوى 1000 متر، وبالتالي المناطق التي يقل ارتفاع عن 1000 متر بعيد عصر يوم غد الخميس تعاود استقبال هطولات مطرية مخلوطة بالثلوج، في حين تستمر الثلوج على شكل زخات ما بين الحين والآخر في المرتفعات الجبلية العالية التي يزداد ارتفاعها أكثر عن 1000 متر عن سطح البحر بمشيئة الله تعالى. إذا محمد، حتى هذه اللحظة سير هذا المنخفض الجوي القطبي بحسب التوقعات ليس أكثر شدة أو أقل شدة مما كانت التنبؤات. نعم. خلال الأسبوع الماضي، وحتى الآن ينتهي أو لربما يتوقف هذا الهطول الثلجي ظهرا غدا، بعد ذلك لا يوجد في الأفق أي منخفضات معمقة أخرى قد تدخل لاحقا.
للامانه لا يعني لم نركز كثيرا في موضوع الاسبوع القادم، كان هناك المزيد من المنخفضات، ولكن يمكن القول بان تحرك هذا المنخفض الجوي نحو العراق سيندفع خلفه تيارات هوائيه غربيه رطبه باتجاه المملكه، تبقي المملكه يوم مساء الخميس ويوم الجمعه وحتى صباح يوم السبت تحت تاثير اجواء نوعا ما يمكن القول بانها شديده البروده غائمه وماطره بغزاره تحت المرتفعات التي يقل ارتفاع عن 1000، ومن يزداد ارتفاع عن 1000 متر يبقى يستقبل الثلوج ما بين الحين والاخر. فما هو متوقع ان هذه المنظومه الجويه ككل يتوقع ان تبقى حتى ساعات يوم صباح يوم السبت بشكل عام، وما هو قادم خلال الساعات القليله القادمه من تساقطات ثلجيه متوقع ان تكون كثيفه في بعض الاوقات وبعض الانحاء يتوقع ان تستمر حتى كما تفضلت ظهر يوم الخميس بمشيئه الله تعالى. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الشاكر المدير التنفيذي لموقع طقس العرب. إذن تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من محافظات المملكة، من العقبة معنا صفاء الخوالد، ومن الكرك يزن الشمالي، ومن إربد أسامة المومني. صفاء، نبدأ معك وأبرز المستجدات فيما يتعلق بالحالة الجوية حتى هذه اللحظة. منطقة دبت حانوت ضمن قرى محافظة العقبة، هذه المنطقة والتي تشهد حاليا رياح شديدة بالإضافة إلى برودة الأجواء وتسجيل درجات حرارة منخفضة جدا في هذه الأثناء. كان هنالك فجوة كبيرة ما بين درجات الحرارة والأجواء بشكل عام، بالإضافة أيضا إلى غزارة الأمطار التي تشهدها قصبة العقبة مقارنة مع درجات الحرارة، وأيضا الرياح الشديدة والتساقط الغزير للبرد الذي شهدته المنطقة قبل قليل. استعداد واضح من قبل الجهات المعنية هنا في هذه المنطقة. منطقة دبت حانوت فعليا تصنف من ضمن النقاط الحرجة جدا، استعداد واضح من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتوزيع الآليات للتعامل مع الحالة الجوية ضمن هذه المناطق. لمزيد من التفاصيل دعيني أرحب بضيفي مدير أشغال العقبة المهندس خالد العمرو. يعني بداية لو تحدثنا مهندس أبرز المناطق الحرجة وآلية التعامل معها في هذه الأثناء، نلاحظ تباعا اشتداد غزارة الأمطار وأيضا تسجيل درجات حرارة منخفضة وشدة في الرياح. الله يعطيك العافية أخت صفاء ومشكور على الجهد هذا. طبعا بناء على تعليمات معالي الوزير تم رفع الجاهزية القصوى للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، وقمنا كمديرية أشغال محافظة العقبة برفع خطة الطوارئ ضمن 3 محاور، اللي هي محور اللي هو قضاء وادي عربة ودبة حانوت ومنطقة القويرة يعني تحديدا والعقبة. لو تحدثنا عن الحالة الجوية في منطقة رأس النقب، قبل قليل كانت هنالك معلومات تشير بتساقط كثيف للثلوج في منطقة رأس النقب، ما هو وضع الطرق في تلك المنطقة؟ هلا الطريق في رأس النقب بالاتجاهين سالك ولله الحمد، يعني مدى الرؤية تقريبا يعني سالك، لا يوجد هناك أي عائق، آلياتنا جاهزة، صار تساقط للثلوج وقمنا بعملية رش الملح تجنبا لأي تراكمات للثلوج قد تحصل يعني في منطقة رأس النقب نتيجة البرودة الشديدة. فيعني حاليا يعني جميع آلياتنا على أهبة الاستعداد، وإن شاء الله يعني على قدم وساق راح نظل يعني حتى الصباح إن شاء الله رب العالمين. خلال المنخفض الأسبوع الماضي تم تقريبا رصد 40 آلية ضمن مناطق تعتبر حرجة في قصبة العقبة، نفق الأرز وأيضا مناطق أخرى، نتحدث عن قضاء وادي عربة بالإضافة أيضا إلى لواء قويرة. اليوم هل تم فعليا رفع أعداد الآليات التي تم توزيعها ضمن هذه المناطق، وما هو وضع الطريق في منطقة قضاء وادي عربة؟ نعم، لا رفعنا الجاهزية يعني تحسبا لأي شيء في هذا المنخفض. ففي وادي عربة تم توزيع آليات ضمن منطقة غريغرا وغرندل ومنطقة القويرة تم توزيع آليات منطقة الديسة تقريبا ومنطقة دبة حانوت. وفي منطقة العقبة نفسها تم توزيع آليات على الطريق الخلفي وعلى طريق اللي هو بارك الهندسة وضمن مناطق الاختصاص، ويعني وجميع آلياتنا موزعة ضمن مناطق الاختصاص،
بالإضافة يعني خارج مناطق الاختصاص إحنا يعني على أهبة الاستعداد لجميع المناطق يعني، وبالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة يعني. مهندس خالد العمرو، مدير مديرية أشغال محافظة العقبة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. الله يعطيك ألف عافية، وشكرا لك أخت صفاء خوالد، شكرا لك. يعني هذا أبرز ما لدينا بخصوص الحالة الجوية والاستعداد الواضح من قبل الجهات المعنية في محافظة العقبة. الجدير بالذكر بأن محافظ العقبة محمد الرفيع صرح للمملكة اليوم عن وجود اجتماع مجلس أمني لمناقشة فعليا كيفية التعامل مع الحالة الجوية ضمن تعاون مع الجهات المعنية، سواء كانت مديرية الأشغال، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية الدفاع المدني، والمدراء التنفيذيين ضمن الجهات المسؤولة والمعنية. نعم، شكرا جزيلا لك صفاء الخوالدة، كنت معنا من العقبة. والآن ننتقل مباشرة إلى أسامة المومني، مراسل المملكة من عجلون. أسامة أهلا بك. إذن كيف هو الوضع حاليا؟ المنخفض داخل أراضي المملكة، وبدأت ملامح هذه الفعالية تظهر في عدد من المحافظات، فكيف هو الوضع لديك؟ نعم، بالفعل درجات الحرارة تنخفض في هذه الأثناء في عجلون بشكل كبير، يعني إضافة إلى سرعة عالية للرياح. قبل قليل كانت تشهد عدد كبير من الطرق الرئيسة في محافظة عجلون تدني كبير لمستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الملامس لمستوى سطح الأرض، وكان هناك انزلاقات لعدد من المركبات في بعض الطرق الفرعية، وذلك عقب يعني تساقط كبير للبرد في محافظة عجلون. نتواجد في هذه الأثناء على منطقة مثلث الصخرة والقريبة أو المحاذية لمنطقة رأس منيف التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 1180 متر بحسب مصدر في الأجهزة الأمنية ومصدر أمني بين المملكة، بأن جميع الطرق في محافظة عجلون سالكة بشكل طبيعي، لا يوجد ما يعيق حركة المرور في هذه الأثناء. وكنا نرصد يعني وكما تظهر الكاميرا في هذه الأثناء استعدادات الجهات المعنية، وزارة الأشغال، شركة الكهرباء كهرباء إربد، وكافة الجهات للتعامل مع هذا المنخفض. بحمد الله الحركة على هذا الطريق تعتبر حركة اعتيادية طبيعية. في بعض الطرق الرئيسة هناك تدني كبير لحركة المركبات، ويعني عدد قليل للمركبات تتجول في الطرق، ما يعني بأن هناك التزام كبير بعدم الخروج حفاظا على السلامة العامة. كما نشاهد في هذه الأثناء هذه الآليات هي من بين 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال تقوم بفتح الطرق أول بأول في حال كان هناك تراكم للثلوج أو تراكم لأي أمور قد تعيق حركة المركبات. طبعا البلديات أيضا بيّنت بأنها رفعت من جاهزيتها وأعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع هذا المنخفض. بلدية إربد الكبرى بيّنت بأنها قد عززت بلديات في عجلون بآليات لتقوم بفتح الطرق ومساندة الآليات التابعة لهذه البلديات، وذلك مع توقعات بتشكل كبير للثلوج وارتفاع نسبة الثلوج في مختلف المناطق. الجهات المعنية الآن وغرفة العمليات في محافظة عجلون تطالب المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجار الأودية والسيول، الابتعاد عن أي أمور قد تتطاير جراء سرعة الرياح، إضافة إلى استخدام الآمن لوسائل التدفئة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. قبل قليل وأثناء مسيرنا ووصولنا إلى هذه النقطة كان هناك انزلاق لبعض المركبات في طرق فرعية، وذلك كله بفعل يعني تواجد البرد على الطريق، ونتوقع أن تشتد أو يشتد هذا المنخفض ويكون هناك آثار أكبر له خلال الساعات القادمة. لذلك قد تكون هناك طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج أو يعني تدني مستوى الرؤية الأفقية. وكما نشاهد هذه النقطة الحيوية وهي طريق إربد عجلون، يعني تسير الأمور هنا بشكل طبيعي، هناك آليات لوزارة الأشغال، أيضا شركة كهرباء إربد التي عززت تواجدها في مختلف يعني المداخل لمحافظة عجلون. مدير الشركة المهندس بشار التميمي كان قد بين للمملكة بأن شركة كهرباء إربد المسؤولة عن التوزيع لمحافظات عجلون إربد وجرش والمفرق جاهزة وعززت من الكوادر المتواجدة، وأكد بأنها يعني ستكون يعني مستعدة للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله. فيما يتعلق بمحافظة إربد، محافظ إربد رضوان العتوم بين بأن الجهات المعنية اجتمعت يوم أمس وعدت خطة كاملة للتعامل مع هذا المنخفض، ولكنه شدد على ضرورة الخروج، خروج المواطنين من منازلهم مع توقع اشتداد المنخفض. في جرش أيضا، محافظ جرش كان قد بين المملكة بأن غرفة العمليات أيضا كانت قد أعدت ذات الخطة ودعا الجميع بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. حتى اللحظة يعني المملكة لم ترصد أي شكوى من قبل المواطنين، بحمد الله الأمور لا زالت تسير بشكل طبيعي. نعم، شكرا جزيلا لك أسامة المومني، كنت معنا من عجلون وأحطنا بصورة حول إقليم الشمال بشكل عام. الآن نتوجه إلى الجنوب من جديد وإلى الكرك، انضم إلينا يزن الشمايلة مراسلة المملكة. يزن، إذن الساعات الأولى من المنخفض، والآن يتعمق هذا المنخفض أكثر فأكثر في الساعات القليلة المقبلة، فكيف هي الصورة لديك؟
نعم بالفعل غادة، يعني منذ تمام الثالثة عصرا بدأت الفعالية الجوية بالتعمق بشكل كبير في محافظة الكرك بعد أن انتشرت السحب والغيوم على مستويات قريبة من سطح الأرض في كافة أنحاء المحافظة. وفي تمام الرابعة والنصف تحديدا بدأت تساقط الثلوج في المناطق الجنوبية من المحافظة ابتداء من الحوية، المحمودية، العدنانية، المشيرفة، من رودوم الدين، مؤتة بمناطقها كافة، المزار، ووصولا إلى منطقة مؤاب. المناطق الجنوبية في المحافظة غادة يزيد ارتفاعها بعمومها عن 1000 متر تقريبا، يعني غالبيتها ما بين 1100 متر إلى 1350 متر عن سطح البحر. لذا فإن المناطق الجنوبية عادة في محافظة الكرك هي من تشهد تساقطا غزيرا للثلوج. وكما نشاهد في الصورة من خلف غادة هذه الأثناء بدأت الهطولات الثلجية تتراكم بشكل كبير في غالبية المناطق التي تشهد الآن تساقط الثلوج في محافظة الكرك. على الرغم من ذلك الآليات تعمل على مدار الساعة منذ بدء تساقط الثلوج على فتح الطرق والحيلولة دون إغلاقها بشكل تام بعد حدوث إغلاقات يعني لربما فرعية أو جزئية في بعض المناطق التي تشهد تراكمات للثلوج. محافظ الكرك محمد الفايز قال للمملكة أنه اليوم كان هنالك اجتماع لجنة الدفاع المدني المحلية في المحافظة بالتنسيق مع كافة المؤسسات والدوائر الخدمية والتي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع المنخفض الجوي ومع الحالة الجوية التي تم الإعلان عنها منذ أيام، حيث أكد محافظ الكرك محمد الفايز للمملكة بأن الجاهزية رفعت إلى الدرجة القصوى وتم تجهيز عدد كبير من الآليات سواء في بلديات المحافظة البالغ عددها 10 بلديات والمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى مديرية الأشغال التي جهزت قرابة 20 آلية للتعامل أيضا مع الظروف الطارئة ومع تداعيات هذا المنخفض الجوي. الآن وفي هذه الأثناء يوجد هناك غرفة عمليات رئيسية في دار المحافظة يرأسها نائب محافظ الكرك، والذي قال للمملكة قبل قليل بأن غرفة العمليات الرئيسية تتواصل مع كافة غرف العمليات الفرعية التي تتواجد في المتصرفيات وفي مديريات الأقضية، بالإضافة إلى غرف العمليات المتواجدة في البلديات، والتعامل مع كافة المؤسسات الخدمية. هنا نتحدث عن شركة الكهرباء والتي أيضا رفعت درجة الجاهزية للقصوى، لم تسجل أي حالة انقطاع كهرباء على الرغم من التساقط الكثيف للثلوج في المناطق الجنوبية من المحافظة، بالإضافة إلى زخات ثلجية متفرقة في بعض المناطق الشمالية والوسطى والغربية من محافظة الكرك. بما يتعلق بحال الطرق غادة، غالبية الطرق في محافظة الكرك فاتحة، بعض الطرق سالكة بحذر، والسبب يعود إلى الهطولات الثلجية التي نشهدها هذه الأثناء والتي لربما أنها توصف بالغزيرة، ولربما أن المنخفض سيتعمق بشكل أكبر في الساعات المقبلة. لذا حذرت الجهات المعنية كافة المواطنين من عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك للحيلولة دون حدوث أي ضرر لأي مواطن لا قدر الله غادة. نعم شكرا جزيلا لك يزن الشمالي مراسل المملكة، كنت معنا من الكرك. إذن لاحظنا هذه الصور المباشرة من الكرك كما نقلها الزميل من هناك. هذه الصور تشير بأن الهطول الثلجي واضح الآن، التراكمات موجودة في كافة أنحاء المحافظة خاصة على ارتفاعات 1000 متر فما فوق. الجهات المسؤولة نبهت مرارا وتكرارا عدم الخروج للحفاظ على سلامة المواطنين. شاهدنا قبل لحظات هذه الصور المباشرة التي شاهدنا من خلالها بعض المركبات تنزلق على الطريق بسبب هذه التراكمات الثلجية وأيضا انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح. فنهيب مجددا أيضا ونشيد بالمواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامة الجميع. إذا ننتقل الآن من الكرك إلى عمان وزيد خلفات مراسل المملكة. زيد، إذا شاهدنا هطولا ثلجيا وأيضا أمطار مخلوطة في الثلوج في محافظات مختلفة، ولكن العاصمة عمان لم يأتي دورها بعد، وهذا يأتي خلال الساعات القليلة المقبلة ما بعد الساعة 8 تحديدا مساء، فكيف هو الوضع لديك؟
نعم غادة، بالتحديد نحن متواجدين في منطقة القاعدة الجوية في منطقة إتلاع العلي. هذه المنطقة يصل ارتفاعها 1000 وفوق 1000 متر عن سطح البحر. هذه المنطقة ما زالت لم تشهد التساقط للثلوج، هنالك تساقط للثلوج المخلوطة بالمياه، ولا يوجد لغاية هذه اللحظة أي تراكمات على الطرقات. لكن ما نلاحظه في هذه اللحظات هنالك انخفاض في درجات الحرارة لدون الصفر المئوي، وهنالك تساقط لزخات من الثلج المخلوط في المياه. هنالك ما زالت الطرقات لم تشهد أي ملاحظة على تساقط الثلوج. حركة السير كما تشاهدون ما زالت الحركة اعتيادية وانسيابية في هذه المنطقة. إذا ما تحدثنا عن غادة عن قبل ساعة من الآن كان هنالك أيضا تساقط لحبات البرد، لكن لغاية هذه اللحظة لم نشهد أي تساقط للثلوج بالشكل الذي يعيق الحركة ويعيق الحياة الطبيعية بطبيعة الحال. نعم غادة. نعم زيد، شكرا جزيلا لك على نقل هذه الصورة. إذن حركة انسيابية ونشطة ما زالت في أحد مناطق العاصمة عمان، تشير بأن التساقط الثلجي ليس موجودا حتى هذه اللحظة وبانتظاره لاحقا. إذن ينضم إلينا الآن مراسل المملكة معاذ من عمان. معاذ، إذن مناطق مختلفة من المملكة، ولكن حتى الآن هذا المنخفض يتقدم شيئا فشيئا، فمن منطقتك كيف هي انسيابية الحركة المرورية، وهل من إغلاقات، هل من وجود لتساقط الثلج حتى هذه اللحظة؟ معاذ الحنيطي تفضل. نعم غادة، بالفعل أتواجد الآن في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام في هذه الغرفة المشتركة، غرفة العمليات المشتركة. إذا ما ساعدني زميلي زيد في باستعراض الصورة، كما تشاهدين الآن هناك في هذه الغرفة أو هذه القاعة مناديب من كافة صنوف الأمن العام تقدم الإيجاز لمساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب أيمن العوايشة. طبعا منذ ساعات الصباح الباكر تنعقد هذه الغرفة على، يعني دعني أقول لك كأنها خلية أزمة منذ بدايات الصباح الباكر. قبل قليل قدم جميع مندوبي صنوف الأمن العام سواء الدفاع المدني، الشرطة، السير، جهاز البادية الملكي إيضاحا وإيجازا لمساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب. حتى الآن كما تعرفين لا يوجد ثلوج في منطقة العاصمة عمان. طبعا هذا مركز العمليات والسيطرة الذي يقوم بتلقي جميع اتصالات المواطنين. إلى الآن لا توجد يعني حصيلة دقيقة لكل الاتصالات التي وردت، لا سيما وأن المنخفض لم يتعمق في العاصمة عمان. طبعا نحن معكم عبر سياق نشراتنا لنطلعكم على كل ما يستجد وما يرشح من معلومات من داخل غرفة العمليات والسيطرة التي عادة ما تكون خلية عمل نشطة خلال هذه المنخفضات، وتصل أعداد المكالمات في أحيانا التي يتلقاها الأمن العام إلى ما يزيد عن 100,000 و200,000 اتصال خلال المنخفضات الجوية. شكرا جزيلا لك معاذ الحنيطي مراسل المملكة. سنقوم كما تفضلت وذكرت قبل قليل بالمتابعة أولا بأول لآخر المستجدات. إذا نتابع معكم بداية هذا الإيجاز من مركز العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، فإلى هناك مباشرة. إذن بانتظار انطلاق هذا المؤتمر والإجازة نتابعه الآن. المشاهدين والمستمعين والمتابعين، أود في هذا المساء ومع دخول المنخفض الجوي إعلامكم حتى اللحظة مع ما تعاملت معه مديرية الأمن العام من خلال غرف العمليات ومركز القيادة والسيطرة. تاليا أبين العديد من الوقوعات وهي كالتالي: استقبلت مديرية العمليات والسيطرة 13,000 مكالمة منذ الصباح الباكر ولغاية اللحظة، منها 1324 بلاغ خاص في التعامل الدفاع المدني. أبرز الحوادث
هو ممتدة بحالة جاهزية من الصباح الباكر ولغاية الآن. بلى، وقع العديد من حوادث السير ما تعلق منها في الظروف الجوية 18 حالة تعاملت معه مديرية الأمن العام والدفاع المدني والدوريات المتقدمة وتم معالجة كل الملحوظات. هنالك تعامل مع 631 حالة مرضية، تعاملت مديرية الدفاع المدني مع نقل وتسهيل 134 حالة غسيل كلى، تم التعامل مع 9 حالات لشفط المياه التي دخلت إلى المنازل والأمور مطمئنة، تم التعامل ونقل 37 حالة متعلقة في جائحة كورونا. هنالك 39 حريق منذ صباح الباكر، ما في شيء منها متعلق في المنخفض الجوي، ولكن احنا بنزيد الحرص والانتباه إليها. استقبلت المحطة الخاصة في الواتس الأب وتطبيق 911-12 بلاغ تم التعامل معها مباشرة. هنالك 15 حالة ولادة منذ دخول المنخفض ولغاية اللحظة، كلها تم تسهيلها ونقلها من خلال سيارات الإسعاف والإنقاذ الخاصة في الدفاع المدني. لا يوجد حالات إغلاق طرق لغاية الآن باستثناء طريق واحدة اللي هي طريق شريف الجنوب في محافظة الطفيلة، وهي مغلقة احترازيا. تم التعامل مع 4 حالات اختناق وهي الآن في وضع جيد الحمد لله. تم تقديم العديد من الخدمات لمجموعة من السياح في منطقة الجنوب والبتراء، كذلك تعاملت الدوريات الخارجية ودوريات السير ودوريات النجدة مع العديد من الملحوظات وتم معالجتها في الميدان. هنا أود التنويه إلى أنه جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق شريف الجنوب كما ذكرت. هنالك بداية لتساقط الثلوج في منطقة الكرك والطفيلة ولواء الشوبك ورأس النقب، والحمد لله لأنها خير وغيث بإذن الله. الطرق في هذه المنطقة سالكة بحذر. مديرية الأمن العام دائما تعلن أنها مستمرة وجاهزة في تحديث المعلومات أولا بأول خلال ساعات المنخفض الجوي القادمة، وسنطلعكم على حالة الطرق والحوادث وأبرز الحوادث التي تم التعامل معها. جاهزية الأمن العام منذ الصباح الباكر، وكما أعلن عطوفة مدير الأمن العام بكافة الإمكانيات والآليات والمعدات، وتم وضع القوة بحالة الإنذار الفوري لخدمة مواطننا الأردني، مشيرين أنه هنالك تفعيل للخطة الأمنية والمرورية القادرة على تلبية الاحتياج والاستجابة الفورية. ومديرية الأمن العام تعلن أنه مثل هذه الواجبات هي واجبات خيرة ونتعامل معها باستمرار، وبالتالي أصبح لدينا خبرة في التعامل معها، فيش داعي أنه يكون لدينا أي إشكالية في التواصل مع 911 مركز الطوارئ. نعول على وعي المواطن ونعمل بشراكة استراتيجية مع كافة الشركاء لتذليل كل الصعوبات. أذكر الشركاء الرئيسيين اللي هم الأمانة، البلديات، الأشغال والمياه، ونحدث بالتنسيق باستمرار مع الراصد الجوي، خاصة أن مديرية الأمن العام هي منظمة متعلمة تستبق الحدث من خلال التعامل معه بالعلم. لابد من الإشارة إلى مجموعة من النصائح تقدمها مديرية الأمن العام من خلال رسائلنا الإعلامية، نود التأكيد عليها أنه الجميع يعني يكون على أهبة من الحذر والاحتياط، كذلك تجنب المناطق المعرضة لتشكل السيول أو ارتفاع منسوب المياه، عدم المجازفة في الخروج بالآليات إلا للضرورة أو من خلال الاسترشاد ب 911 أو تطبيق 911، التعامل الآمن مع وسائل التدفئة، وهنا أشير إلى نسبة التهوية وعدم النوم وترك المدافئ مشعلة، وحالات الاختناق اللي ذكرتها كانت بسبب ذلك، خاصة أنه كل البيوت الآن مغلقة وكل العوائل متواجدة في نفس المكان. التأكيد على تثبيت الأجسام المتحركة والقابلة للسقوط سواء داخل المنازل أو ما حول المنازل، التخفيف ما أمكن من حركة الآليات لما قد تسبب من عائق وإرباك لعمل الأمن العام. باستمرار 911 جاهزة لاستقبال أي مكالمة. أود أن أشير أنه من 13,000 مكالمة اللي ذكرناها هنالك 5,000 مكالمة رد على استفسارات وأسئلة المواطنين، وبنتمنى من الإخوان المواطنين أنه إفساح المجال للمعلومة أو للموقف الضروري حتى نتواصل مع 911. باستمرار نوعدكم أنه نلتقي تباعا حسب الأوضاع الجوية. شكرا، الله يجعله خير وبركة وإدامة للخير لبلدنا. شكرا لكم.
إذا نعود إلى مراسلين مجددا، ينضم إلينا الآن ليث الصوالقة مراسل المملكة من الطفيلة. ليث أهلا بك، قبل قليل استمعنا إلى إيجاز من مركز العمليات والسيطرة وأشار إلى إغلاق الشريف الجنوبي في محافظة الطفيلة احترازيا، فكيف هو الوضع بشكل عام؟ نعم غادة، بالفعل يعني أنا متواجد الآن في منطقة وبلدة القادسية بالقرب من بلدية القادسية، هذه المنطقة التي ترتفع على سطح البحر ما يقارب 1600 متر، شهدت منذ ساعات المساء تراكم للثلوج، يعني نتحدث ما بعد الساعة الرابعة مساء شهدت هذه المنطقة ومنطقة الرشادية بالطفيلة ومنطقة البصيرة، هذه المرتفعات الجبلية الجنوبية من المحافظة شهدت تساقط وتراكم كثيف للثلوج في هذه المناطق، نتحدث عن طرق شبه يعني مغلقة بسبب الانجماد أولا وأيضا بسبب تراكم الثلوج عليها، بالرغم من وجود الآليات لبلدية بصيرة وأيضا لمديرية الأسفال العامة وأيضا مجلس الخدمات المشتركة. بما يتعلق بسؤالك بمنطقة أو طريق شريف الجنوب، بالفعل تم يعني تواصل بين مراسل المملكة وأيضا متصرف لواء بصيرة حيث أكد على إغلاق هذا الطريق احترازيا بسبب خطورة، أولا خطورة هذا الطريق في مثل هيك ظروف جوية سائدة، وأيضا بسبب الثلوج التي تتراكم ما بين الحين والآخر، آليات الأشغال سواء في القادسية أو ببصيرة وأيضا بلدية القادسية يعملون على فتح هذه على فتح هذا الطريق، ولكن رغم ذلك سيتم إغلاقه احترازيا بسبب خطورة هذا الطريق. غادة، يعني نتحدث أنا متواجد الآن في القادسية كما ذكرت لك قبل قليل، والآليات تقوم على فتح الطرق وفتح الطرق الفرعية والرئيسية الموجودة في بلدية القادسية، وتهيب بلدية القادسية بموظفيها وبكادرها بالأهل والمواطنين الموجودين في بلدية القادسية بعدم الخروج من المنازل نهائيا، شو ما كان يعني إذا كان هنالك أي استدعاء هنالك الأرقام الخاصة بلدية القادسية والشباب موجودين، وأيضا على هبة الاستعداد أن يكونوا متواجدين عند أي مواطن يريد المساعدة أو الحاجة، فبالتالي نهيب المواطنين عدم سلوك هذا الطريق، وطريق خاصة طريق قطاع الإسمنت ومنطقة شريف الجنوب وأيضا منطقة الرشادية ومنطقة السيرة والقادسية بسبب الانجماد الذي حصل حاليا على هذا الطريق وأيضا تراكم الثلوج. غادة، نعم شكرا جزيلا لك ليث على نقل هذه الصورة بتفاصيلها، كنت معنا من الطفيلة. ومباشرة إلى العقبة من رأس النقب مراسلة المملكة صفاء الخوالدة. صفاء، متابعة المستجدات معك أولا بأول إليك. بالفعل يعني حاليا نتواجد في منطقة رأس النقب، هذه المنطقة والتي ترتفع عن سطح البحر بما يقرب من 1750 مترا وتعتبر أعلى منطقة ضمن محافظة معان، هنالك استعداد واضح من قبل الجهات المعنية ومديرية الأشغال والدوريات الخارجية والدفاع المدني للتعامل مع حركة السير ضمن هذه المنطقة. فعليا رأس النقب من المناطق التي تشهد حركة سير بالنسبة للشاحنات والمركبات الكبيرة، هنالك انتشار واضح لآليات مديرية الأشغال ضمن هذه المنطقة وبعض النقاط التي تصنف أنها حرجة ضمن محافظة معان. لمزيد من التفاصيل دعيني أرحب بضيفي مدير مديرية أشغال محافظة معان المهندس وجدي الضلعين. يعني بداية لو تحدثنا عن استعداداتكم بالنسبة للتعامل مع الطريق الملوكي، منطقة الشوبك ورأس النقب، هذه المناطق التي تصنف أنها حرجة ضمن محافظة معان، وكيف تقيمون حركة المركبات الصغيرة عبر طريق رأس النقب؟ أختي العزيزة، أنا صراحة بشكرك حضورك في هذه الأجواء القارصة حقيقة. إحنا كوزارة أشغال عامة عدينا خط الطوارئ منذ بداية فصل الشتاء، وكانت هذه الخطة تم تنفيذها على أرض الواقع حسب ما هو توجيهات مع الوزير اللي قبل شوي كان باتصال مباشر معي أنا شخصيا في هذا المكان ومع جميع مدراء الأشغال في المحافظات. آليات وزارة الأشغال العامة في لواء الشوبك كانت موزعة حسب المناطق اللي احنا بنحس انها هي مناطق حيوية اللي يسلكونها السواح، وسواء كان الطرق المؤدية الى المستشفيات ومنطقة البترة، منطقة الرصيف الملوكي، هاي طبعا طريق حيوي تربط ما بين مثلث الراجف ولغاية منطقة وادي موسى. الآن أختي العزيزة تشهد جميع محافظة معان تساقط للثلوج، سواء كانت قرى النعيمات
منطقة أذروح، جميع هذه المناطق تشهد تساقط للثلوج، جميع آليات الأشغال العامة عاملة على هذه الطرق، والحمد لله العظيم بكفاءة جميع فرقنا وكل فرقة موجود معها مهندسين ومراقبين، ولكن لحتى هذه اللحظة لم يكن لدينا أي طريق تم إغلاقها. وأنت ترى أمامك الآن طريق رأس النقب اللي هي من اهتمامات وزير الأشغال الذي أوعز يجب أن هذه الطريق أن لا تغلق، فالآن هذه الطريق سالك. لكن من خلال هذه القناة أنا بتوجه لأخواننا المواطنين، بشوف في حركة سير كثيفة جدا للمركبات الصغيرة، وهذه المركبات الصغيرة تعيق حركتنا، كون الآليات العاملة في هذه المناطق هي آليات وزن ثقيل ومن الصعب السيطرة عليها أثناء مسيرها في على هذا الطريق. يعني أختي هذا إحنا حطينا كميات كبيرة من الملح على هذا الطريق حتى تبقى ديمومية، إلا أنه قبل قليل كانت مدى الرؤية الأفقية لا تتجاوز 15 متر على النقب القديم الذي لا يسلكه الآن، تم احترازيا من قبل أخواننا في مديرية الأمن العام أنه هذه الطريق لا تكون مغلقة كون تضاريسها صعبة جدا. داخل محافظة معان القصبة تحديدا، يعني ما هي الاستعدادات فيما يتعلق إذا كان هنالك أي ارتفاع في منسوب المياه؟ في بعض المناطق داخل المحافظة تشهد فقط تساقط للأمطار، ما هي الإجراءات التي اتبعتها مديرية الأشغال خاصة أن المحافظة سجلت سابقا ارتفاع في منسوب المياه والتي أودت فعليا بحياة مواطن؟ حقيقة إحنا كوزارة أشغال جميع الطرق التابعة لوزارة الأشغال سواء كانت طرق رئيسية قروية ثانوية تم تفقد جميع مجاري الأودية وجميع العبارات السالكة في هذه المناطق. طبعا إحنا يوجد لدينا آليات وضعناها احترازيا داخل قصبة معان خوفا من السيول أو في مجاري الأودية، لكن الحمد لله المسجل حتى هذه اللحظة هي بلاغات حول السيول أو كانت المناطق اللي فيها أمطار، جميع المناطق تصرف الأمطار بكفاءة عالية جدا. بالتالي نستطيع الحديث بأن كافة الطرق في المحافظة لم يشهد أي طريق إغلاق، جميع الطرق سالكة في محافظة معان. نعم صحيح، إحنا الآن متواجدين معانا عطوفة محافظ معان ومدير شرطة معان وجميع الأجهزة والدفاع المدني، لم نبلغ حتى هذه اللحظة عن أي إغلاقات في أي طريق. هنالك بعض المركبات كانت خلينا نقول في سيارتين سبعا واحنا تمنا اخراجهن والامور الان سالكه ما في اي مشاكل، لكن بنوصي ومن خلال هذه القناه اللي بحبوها وبتابعوها كثير من اخواننا المواطنين انه المسير بعد هذا الوقت لان درجات الحراره متدنيه واحنا على ارتفاع 1750، منطقة مبرك اللي هي تبعد عنا تقريبا 23 كيلو 1850 متر عن سطح البحر. مهندس وجدي الضلاعين مدير مديرية أشغال محافظة معان، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. شكرا لك والله يعطيك ألف عافية. يعني أيضا بالحديث عن عمل الدوريات الخارجية ضمن هذه النقطة والتي تقوم حاليا بتسهيل حركة السير بالنسبة للمركبات خاصة الشاحنات التي تأتي إلى مدينة العقبة إلى المنظومة المينائية، هنالك أيضا الجهات المعنية تهيب المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. فعليا ما لاحظناه أثناء قدومنا إلى منطقة رأس النقب هو وجود حركة بالنسبة للمركبات الصغيرة، الجهات المعنية تحاول أن تحذر المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى نظرا لتعمق أيضا المنخفض الجوي. هنالك يعني فعليا اشتداد في هطول الزخات الثلجية والثلوج بشكل عام ضمن منطقة رأس النقب في معان. شكرا جزيلا لك صفاء الخوالد مراسلة المملكة، كنت معنا من رأس النقب. ومباشرة إلى يزن الشمالي مراسل المملكة من الكرك. يزن، نعود إليك مجددا لآخر المستجدات حول الحالة المرورية الحالة الجوية باختصار، تفضل. نعم غادة، يعني هدأت الحالة الجوية وتراجعت حدة فعالية الحالة الجوية هذه اللحظات في محافظة الكرك، تساقط الثلوج تراجع تدريجيا في 30 دقيقة الأخيرة بعد ساعتين متواصلتين من التساقط الغزير الذي أدى إلى تراكم الثلوج في العديد من المناطق الجنوبية من المحافظة. حاليا أنا أتواجد في لواء المزار الجنوبي، هذا اللواء الذي يزيد ارتفاع بعض المناطق به عن 1350 متر، العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في هذا اللواء تراكمت بها الثلوج، إلا أننا شاهدنا آليات التابعة لبلدية مؤتة والمزار والآليات التابعة لمديرية الأشغال
ومجلس الخدمات المشتركة وبعض المتطوعين قاموا بفتح الشوارع. فكما نشاهد الآن في إحدى الشوارع التي أتواجد بها غادة هذه الأثناء، يعني قبل قليل أنهت الكوادر أو الآليات والكوادر العاملة في البلدية من فتح هذا الشارع جراء التراكمات الثلجية المتزايدة في هذه المنطقة وفي هذا الشارع. طبعا قبل قليل وفق مصدر قال لقناة المملكة بأن غرفة العمليات الرئيسية في لواء القصر تعاملت مع حالة نقل لواء ست أسر في منطقة شيحان حصرتهم مياه الأمطار. نعم يزن، لا نسمعك بوضوح، إذا كان لك أن تغير مكانك قليلا. نعم يعني غادة، لا أعلم إن عادت جودة الصوت. يعني وفق مصدر خاص قال لقناة المملكة بأن كوادر أو غرفة العمليات الرئيسية في لواء القصر تعاملت مع حالة نقل وإيواء ست أسر في منطقة شيحان حاصرتهم مياه الأمطار، وتم نقلهم بإحدى المركبات التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء القصر إلى مركز إيواء قاعة الياروت، وتم تأمينهم بكافة المستلزمات الرئيسية من التدفئة، مستلزمات النوم، وجبات الطعام بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية. بما يتعلق بحالة الطرق بعموم محافظة الكرك غادة، كافة الطرق سالكة، إلا أن الطرق بالمناطق الجنوبية من المحافظة تحديدا ابتداء من الحوية وصولا إلى منطقة مؤاب سالكة بحذر، وذلك نتيجة يعني ربما أنه تراكم الثلوج في بعض هذه الشوارع، بالإضافة إلى لربما تعمق الحالة الجوية من حين إلى آخر. شكرا جزيلا لك يزن الشمالي مراسل المملكة، كنت معنا من الكرك. زار جلالة الملك غرفة العمليات الرئيسية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للإطلاع على استعدادات المؤسسات وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية. وأكد الملك خلال الزيارة على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون عاليا بين مختلف الأجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ بطريقة تعكس المهنية العالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية يا إخوان، مش حبيت اليوم أطمن عليكم. كل الشكر والتقدير لإخواننا بمراكز العمليات وبالميدان. أهم إشي بالنسبة لنا خدمة المواطن، وكيف نحن بنقدر نشتغل بروح الفريق من كل مؤسساتنا حتى نحمي المواطن من أي إشي خلال هاليومين ثلاثة أيام. فأنا بس حبيت أشكركم وأسمع منكم إذا في أي إشي مطلوب منا حتى ندعمكم. الله يعطيكم العافية وشكرا كثير يا أخوان. وجه رئيس الوزراء بشر الخصاون جميع الوزارات والمؤسسات لاتخاذ أعلى درجات الجاهزية لتعامل مع الظروف الجوية بما يحفظ سلامة المواطنين وإدامة عمل المؤسسات الحيوية والخدمية والمستشفيات. وأكد الخصاون خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء على أهمية التنسيق بين غرف العمليات المشكلة على مدار 24 ساعة وتوحيد الجهود لإدامة عمل المستشفيات والمؤسسات الحيوية والخدمية خلال الظروف الجوية في جميع محافظات المملكة. كما لفت إلى أهمية تأمين المواطنين القاطنين بجانب الأودية تحسبا للسيول ومخيمات اللاجئين السوريين وتوفير كرفانات بديلة في حال ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالسياح المتواجدين في المملكة وتقديم المساعدة لهم في حال أي طارئ. أكدت أمانة عمان الكبرى أن أولوية فتح الطرق عند تساقط الثلوج ستعطى للقطاع الصحي. حول هذه الاستعدادات والتحضيرات المستمرة ينضم إلينا الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحمن. سيد ناصر أهلا وسهلا بك. إذن الاستعدادات مستمرة، تابعنا من خلال المراسلين حتى الآن جميع الطرق سالكة ولا خطر على المواطنين، ولكن من جانبكم أبرز وأهم التحذيرات خلال استعداداتكم؟ أشكرك. إحنا لازلنا نعمل بحالة الطوارئ القصوى. تم تجهيز وتوزيع 250 آلية على مراكز الانطلاق ومناطق أمانة عمان الكبرى. أيضا لدينا أربع مراكز طوارئ، هي في إطلاع العلي وفي حدائق الحسين والمهاجرين، منطقة المهاجرين وفي رأس العين. أيضا لدينا 22 غرفة طوارئ فرعية إضافة في
المنطقة إضافة لغرفة الطوارئ الرئيسية في سهل علي. نعمل على مدار 24 ساعة بشفتين بمجموع كادر يصل إلى 6000 من عمال وسائقين وفنيين في الاختصاصات ومنسين. نعم، إذا خطة الطوارئ القصوى الآن موجودة وعلى أهبة الاستعداد، حتى الآن لا وجود لربما لحالات عنيفة. تساقط في العاصمة عمان للثلوج سيبدأ بعد الساعة 8 مساء بحسب التنبؤات الجوية، فما هل من إجراءات احترازية لربما على المناطق المرتفعة؟ طبعا ستي، يعني تعليمات معالي الدكتور يوسف الشوارب كانت واضحة لكل كادر أمانة العاملين في الطوارئ، نكون على أهبة الاستعداد. أكيد إحنا بنحط مناطقنا المرتفعة وارتفاعاتها، وحسب النشرات تجهيز هذه المناطق بالآليات الكافية وبالكوادر المجهزة والمدربة الكافية. عندنا 138 مسار لابد من فتحها بالاستعداد، منها 43 مسار رئيسي، 101 مسار في حتى تكون في هناك إدامة لطرق لعملها. شكرا جزيلا لك سيد ناصر الرحمن الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى.